صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. This Surah Yasin was recited for the following marhumin. Please recite Surah Fatiha in 3 times Surah Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرست صيامه عليه وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اكس دين كل متين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم ود كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فرجنا بغناك اللهم كيف سوء حالنا بحسن حالك اللهم اكسي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وعلى محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مصدق للثواب منك وإكنت إنك أنت أرحم الراحمين في موضع الغفر والرحمة والشدود واكبين في موضع النكال والنكمة وعزم المتنكبين في موضع الكبرياء والعزمة اللهم زد لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدعتي واجب يا رحيم دعوتي واكل يا غفور عسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجت وهموم قد كشفت وأسرة قد أكلت ورحمة قد نشرت وهلكة بلاي قد فلقت الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك كن في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا الله أكبر
الحمد لله بجميع محامد كلها على جميع كلها الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده ظاهر بالكرم ومجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة الأتاي إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بإليك عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو إليك سهل يسير اللهم إني أفوك عن ذنبي وتجاوك عن خطيئة وصفك عن ظلمي وسترك على كبير أمري وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وأمضي أتباني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من كل رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أنوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتعني أتبت بجهلي إليك ولعل الذي أبتعني هو خير لي بعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك عليه يا رب إنك تدعوني فوليا وتتغب إليه وتبصب إليك وتتغب إليك فلا أقبل منك كأن لتتور إليك فلم يملك ذلك من الرحمة والإحسان إليه وتفضل إليه بوجود كرمك فارحم عبدك الجاهل وجد علي بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأسباب ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناتي في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسماء ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا فلا يرى وقرب الشهيد تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازعه يعادله ولا شبيه له شبيه مشاكل ولا زهير يوازنه كرم عزته العزة وتواضع العظمة في العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني ونادي ويسترق علي كل عورة وأناسي ويزم النعمة علي فلا وجازي فكم ممن هبة هنيمة قد آتاني وعزيمة مقوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني وولية موبقة قد دراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك إجابه
ولا يغلب بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمنون خائفين وينجي السائلين ويرفع المستغفرين ويزول المستكبرين ويهلك ملوكا ويهلك ملوكا ويستغفر الآخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريق المستسرقين موزع جاد الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية من أشيته ترور السماء وسكانها وترجف الأرض وخمارها وتموج البحار وما يستبب في غمراته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يخلق ويرزقكم ولا يتم ويميت الأحياء ويميت الموتى وهو أي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأمنى وأيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على عهد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك أهل كرامتك عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ولي وسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. فصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. فصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك بعبادتك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على وليك أمرك القائم المعلم والأجر المنتظر وفو بملائكة المكربين وإذ هو بروح القدس يا رب العالمين. اللهم جل الدائل كتابك والقائد والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلف الذين من قبلي مكن له دينه تزيته له أبدله من بعد خلقي ومنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم عزيز وبه وانسو وانتصر به وانسو نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وجل ملك السلطان النصير. اللهم ازهر
به دينك وسنة نبيك حتى لا يستفي بشيء من الخلق من مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهمنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم مبني شعتنا واشبه صدرنا وارزق به فتكنا واغسل به كلتنا واغسل به ذلتنا واغن به عائلنا واغسل به عن مغرمنا واجبر به فقرنا والسد به خلتنا واغسل به أسرنا واغسل به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أمالنا واعطنا به فك رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتفين به صدورنا به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اقترف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدوك إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وخيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة فتننا وتزاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله. وإن على ذلك بفتح تؤجل وبزر تكشف ونسرا تعز وسلطانا حق تزهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي الليين فرفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة منه والهوم التيري فاطمنا ومن ثياب السندس والهاري والاستبرق فالبسنا وليلة القدر حج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبرأنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والزري فلا تطعمنا وما شياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تقببنا ومن ثياب النار وسراب القتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجل فيما تقصي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجل فيما تقصي وتقدر أن تطيل أمري في خير وافية وتوسع في رزقي وتجلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أو
أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضيني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولقي ولي طبيعة أو ذنب تعذبني عليه. إلهي وكف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ظاهر بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساعة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تغفر في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المكسر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للآسين وإن كنت لا تقبل إلا من الآملين فمن للمكسرين. إلهي ربي الصائمون وفاد القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.